السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. اليوم معي استعراض فيديو خفيف لخمسة تطبيقات مفيدة لحاملي ساعة أبل. التطبيقات طبعا أكيد متوافقة مع أجهزة الأيفون، أيضا ممكن يستفيد منها اللي ما عنده ساعة أبل، ولكن اللي عنده ساعة أبل حتكون الاستفادة الأكبر مع هذه التطبيقات. خلينا نشوف التطبيقات مع بعض، وحتلاقي بصندوق الوصف أسفل مقطع شرح في اليوتيوب روابط تحميل هذه التطبيقات. هذه الثلاث أرقام في ساعة أبل اللي هي 178، هذا رقم اللي هو السعرات الحرارية. الرقم ثلاثة هي دقائق تمارسها بالنسبة للرياضة. أما الرقم 15 هي ساعات الوقوف. إيش هي ساعات الوقوف؟ اللي هي كل ساعة مطلوب منك إنك توقف دقيقة واحدة. طيب، من الخمس تطبيقات اللي معايا اليوم تطبيق خاص بهذه ساعات الوقوف، وهذا هو التطبيق. هتلاقي رابط التحميل أسفل مقطع الشرح باليوتيوب، فهنا يبين لي إن أنا وقفت خلال 15 ساعة. شوف هذا الخط اللي هو من الساعات كذا إلى الساعات كذا، وهذا الخط من الساعات كذا إلى الساعات كذا. خلينا أوريكم هو على جهاز الآيفون. أما تطبيق ستاند لاند اللي هو الخاص بالوقوف، كل ساعة يطلب منك إنك تتحرك على الأقل دقيقة واحدة عشان ما تأثر عليك الجلسة أو السدحة. فهذا هو شكله، إن أنا مثلا خلال 15 ساعة كان لي وقوفي، وهنا بهذا الشكل بيقولك من الساعة كم، يعني من 12 في الليل إلى مثلا 8 الصباح، ومن هنا من الساعة تقريبا 5 اللي هو الشرط هذه الزرقة، من 5 إلى أيضا 12 في الليل فكانت وقوفي. فأيضا التطبيق يعطيك زي التحديات، هذه النجوم تقدر تجمع مثلا الجواهر بهذا الشكل، يصير بعدها يعني تشتري هذه الأيقونات أو هذا الأرنب، يعني لو أنت حابب تكمل في التطبيق أو تستغله فقط لحركتك أو الوقوف فيه. وفي تحديات أيضا يومية أو شهرية أو أسبوعية، فمن هنا بيعطيك آخر 10 أيام كتقرير يومي، ومن هنا مثلا تقرير أسبوعي، ومن هنا تقرير شهري. التطبيق الثاني هو تطبيق الخطوات المعروف ستيبس، هذا هو شكله على الآيفون. لو ضغطت من خلال أو شكله على ساعة أبل عفوا، فلو ضغطت على ساعة أبل من هنا حيبين لك اللي هو عدد خطواتك اليومية بهذا الشكل، يعني 1369 مثلا خطوة. أما تطبيق ستيبس هذا هو الخاص بالخطوات، من هنا يجيب لك خطواتك اليومية كم، وكم سعراتك الحرارية، وكم بالكيلو. هنا الهيستوري اللي هو تاريخ الخطوات، هنا بيجيب لك عدد الخطوات، هنا عدد اللي هو الأدوار أو السلالم اللي انت طلعتها، هنا الأكتيفيتي اللي هي السعرات الحرارية، فزي من هنا أيضا اللي باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة. ولو رحت على قائمة فريندز أو الأصدقاء، من هنا تقدر تضيف أصدقاء أيضا عشان التحديات. أي أحد عنده نفس التطبيق، سواء تقدر تضيف عن طريق الفيسبوك أو رقمه يكون عندك تضيفه بالأسماء. ومن هنا اللي هي الكؤوس، يعني بيقول لك أنت بهذه الخطوات تقدر تروح مثلا البلدان، ومن هنا كم كيلو قدرت تمشيها، يعني كنوع من أنواع التحفيز. أيضا من هنا تقدر تحط هدف يومي لك، يعني مثلا حاطط 5000 خطوة يوميا، وتقدر هنا تحط وزنك، طولك، هنا الوزن، هنا الطول، هنا عندك اللي هو آب آيكون بادج اللي هو الخطوات تظهر على التطبيق من الخارج بهذا الشكل، وتقدر تخفيها من هذا الخيار. ومن هنا انك تزامنه مع ساعة أبل، ولو ما عندك ساعة أبل خليه فقط على جهاز الايفون. ومن هنا ايضا تقدر تسحب ملف لك يعني تحتفظ فيه على الاكسل او غيره. ثالث تطبيق عندي هو تطبيق الطقس، وهو المعتمد رسميا في تطبيق الطقس الخاص بأجهزة أبل. هذا هو كده يجيب لك درجة الحرارة زي ما هو واضح قدامك، وايضا نسبة نزول الامطار والى اخره. هذا هو تطبيق الطقس على جهاز الايفون او حتى على جهاز الايباد زي ما استعرضناه على ساعة أبل. هذا هو على جهاز الايفون، رابط التحميل بتلاقيه بصندوق الوصف أسفل مقطع الشرح باليوتيوب. لو أنت حابب تدخل على الأيفون حيكون هذا هو شكل التطبيق، ولو أنت حابب تدخل على ساعة أبل
من خلال نفس التطبيق على ساعة أبل زي ما شفنا شكله في بداية الفيديو. ثالث تطبيق وهو تطبيق الخاص بالنوم، هذا هو اللي علامته علامة الهلال. فكل اللي عليك تسويه انك وانت رايح تنام بتضغط اللي هو start sleeping، واول ما تقوم من النوم حتضغط على stop sleeping. بكذا حيقول لك انت يوميا كم ساعة نمت فيها وكم دقيقة، وايضا يدعم تطبيق صحتي. بهذا الشكل حيجيب لك اللي هو عدد ساعات نومك، يعني هنا مثلا ساعتين، هنا 7 ساعات، هنا 7 ساعات، 56 دقيقة معدل نومك. فحيجيب لك كل شيء بالتفصيل من الساعة كم للساعة كم كان نومك. فكل اللي عليك من خلال ساعة أبل فقط انك تضغط بدء النوم او start sleeping او stop sleeping اول ما تصحى من النوم. التطبيق الخامس والأخير هو تطبيق نايك المشهور للمشي أو الجري، هذا اللي بيساعدك وبيحفزك على المشي والجري، وله أيضا مقطع فيديو سابق في شروحاتي. من خلال نفس التطبيق تقدر من خلال نفس الساعة تقدر الاستغناء عن جهازك الآيفون، فتقدر من خلال نفس الساعة بالاستغناء عن جهازك الآيفون أنك تعتمد الرياضة أو المشي أو الجري من خلال نفس التطبيق على الساعة. أول ما بتنزل التطبيق على ساعة أبل هيجي بهذا الشكل لو فتحت نفس التطبيق على الايفون انك تضبطه على نفس جهازك الايفون. طبعا حتضغط على get started ومن هنا تعطيله صلاحية الساعة، وبكذا تقدر تستخدم التطبيق عادي جدا على ساعة أبل دون حاجته على الايفون. فالآن بعد ما اعطنا الصلاحية من خلال نفس جهاز الايفون، لو دخلنا على نفس التطبيق من خلال ساعة أبل بهذا الشكل هنحصل اللي هو ستارت، يعني ابدأ، وتقدر تبدأ رياضتك المعتادة دون حاجة الايفون في نفس جيبك او في نفس يدك او غيره، يعني بس من خلال نفس الساعة تقدر تشغل البرنامج. طبعا تطبيق نايك ايش هيعطيك؟ هيعطيك اللي هو باقي الرقمين، لو طبعا على ساعة أبل هيعطيك السعرات الحرارية اللي هي 181 اللي باللون الوردي، وهيعطيك اللي هي 3 دقائق، هذه حتعد معاك اللي هو الشريط الأخضر دقائق الرياضة. يصير كده أنت 3 أرقام أو 3 دوائر كملتها من خلال تطبيقين فقط، تطبيق نايك وتطبيق اللي هو الوقوف اليومي. أما بالنسبة لتطبيق نايك بترك لك أيضا الشرح السابق أسفل مقطع الشرح باليوتيوب عشان الشرح اللي هناك تفصيلي وما أبغى أطول في هذا. في نهاية كل شرح يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة، وفي أمان الله.